يلا بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هناخد الفي بي ان كونفيجريشن. تمام، احنا كنا قلنا قبل كده ايه حوار الفي بي ان؟ ها، ان انا بربط ايوه فرعين ببعض عن طريق تانل. تمام، الفي بي ان كونفيجريشن زي ما كنا قلنا قبل كده في منها نوعين. النوع الاولاني اللي هناخده النهارده ان شاء الله سايت تو سايت. يعني ايه سايت تو سايت؟ يعني انا عندي دلوقتي فرعين لشركه، اتنين لين عايزه اوصلهم ببعض، وهيبقوا كونكتد في النص مثلا سي عن طريق انترنت. تمام، الطريقه الثانيه اللي هي ريموت اكسس، وكنا قلنا اللي هي ريموت اكسس دي حوارها ايه؟ ان انا عندي دلوقتي مثلا ايمان شغاله في قسم السيلز مثلا، وقاعده دلوقتي في بيتها او في فرع تاني او وات ايفر، عماله تتنقل، محتاجه تدخل على الجهاز بتاعها اللي جوه الشركه. تمام، تدخل ازاي؟ من الجهاز بتاعها ريموت او في بي ان على الجهاز بتاعها جوه الشركه، وتدخل عليه وتبقى قاعده عليه وكان هي قاعده عليه عادي جدا، مفيش اي مشكلة. تمام، اللي هناخده النهارده مين تاني زي ما اتفقنا؟ سايت تو سايت. تمام، هنعمل لاب بسيط جدا، ار 1 ار 2 هوصلهم ببعض. هفترض مثلا ان ار 1 وراه هنا شبكه لين، وان ار 2 برده وراه هنا شبكه لين. نحط هنا بس كده اي بي هيت، ده ار 1 ار 2، نحط في النص مثلا شبكه 11 اوفر 30، ده فاست ايثرنت 0 على 0، وده كونكتد هنا فاست ايثرنت 0 على 1. وهفترض ان اللوب باك اللي ورا ار 1 ده هو اللين اللي ورا ار 1، واللوب باك ده هو اللين اللي ورا ار 2. وعايزه دلوقتي زي ما اتفقنا اعمل ايه؟ اربط الفرعين دول ببعض، اقدر ان الطرفين دول يقدروا يشوفوا بعض، واي مانج زي ميدل لو حاول ان هو يكابتشر الداتا ايه اللي هيحصل له؟ اي مان ان ذا ميدل يحاول يكابتشر الداتا اللي رايحه ما بين الفرعين دول هيشوف الداتا كلير تكست. طب انكريبتد مش احنا ايوه احنا كنا قلنا اساسا الداتا اتفقنا ان هي بتمشي جوه تانل، يعني من الاساس مش هيشوفها. تمام، نعمل بقى الكلام ده كده. طبعا وانا مغمضه اول خطوه لازم يبقى في كونكتيفيتي ما بين ار 1 وار 2، صح؟ اي بي هات وراوتنج بروتوكول، اي راوتنج بروتوكول، اي ستاتيك، وات ايفر، المهم الدنيا من اولها لاخرها تبقى بنجابول. تمام، وبعد كده اشغل عليه الفي بي ان. نقوم بقى اللاب بتاعنا، سطبتوا الجي ان اس مع الاي او يو، عملتوا اللاب الاخراني؟ ايه؟ بتقولي يا سما؟ فترة نقاهة. اه مين اللي فترة نقاهة؟ انت؟ انتوا كلكم. ماشي، نوصل الاتنين دول كده ببعض، سي مثلا فاست ايثرنت 0 على 0، فاست ايثرنت 0 على، انا موصلها بايه؟ على 1. ماشي، نقوم الشبكة دي، طبعا عيني على البروسيسور كده. ماشي تمام، معقول. هكونكت بقى عليه اول خطوة خالص اي بي هات، انترفيس اف 0 اوفر 0، اتفقنا ان هديله اي بي 11 ونو شوت داون. بالمره تعالوا نشغل راوتنج بروتوكول ونخلص. نشغل ايه اللي انتوا عايزينه؟ ايه؟ او اس بي اف. حاضر، يبقى طالما انا تحت الانترفيس نشغل الاو اس بي اف على طول، اريا 0 واللوب باك انترفيس لوب باك 1 اي بي ادرس وحيد. تمام، ونفس الحكايه اي بي او اس بي اف اريا 1، هنا نفس الكلام. انترفيس اف 0 اوفر 1 اي بي ادرس 11002. اي بي او اس بي اف 1 اريا 0 وانترفيس لوب باك 2 مثلا
اي بي ادرس. واشغل عليه او اس بي اف. تمام. طبعا عشان اول خطوه خالص نتست كده على الكونكتيفيتي، لو جيت من ار 1 ابنج على 2 نت في بروسيسلايت على الاتنينات، واطلع الداتا دي كان هي طالعه من لوب باك واحد عشان اتاكد اصلا في انت كونكتيفيتي ما بين شبكه اللان دي وشبكه اللان دي ولا لا، لان انا ما يهمنيش الطرف ده كده كده شايف بعضه دايركت كونكتد، انا اللي يهمني ان انا عايزه اتست على مين، على اللانات اللي ورا الراوترز. تمام. طبعا مش محتاجه اقول ان انا لو جيت على ار 2 وقلت له لاين في تي واي سي مثلا، ادخل بيوزر نيم لوجن لوكال بريفليج 15 باسورد 123، بفتح بس التلنت. تمام. لو جيت دلوقتي من ار 1 اتلنت على ار 2 على 2 نت واطلع الداتا دي كأن هي طالعه من السورس، تلنت 2 نت كأن هي طالعه من السورس. السورس اللوب باك واحد. لو جيت هنا دلوقتي كده اعمل كابتشر للداتا، ستارت كابتشر، ستارت وير شارب، هلاقي الداتا بتاعتي كلها كلير تكست ولا لا؟ صح. نضغط هنا كده انتر، عبير الباسورد 123، شو اي بي انترفيس بريف، كان هي بقى بتعمل كونفيجريشن كفايه مثلا كابتشر اللي احنا اخدناه ده. ستوب اي واحده التلنت. طبعا لو تاخدوا بالكم السورس بتاعي وحي داخل على مين، 2 نت، رغم ان انا مبنجه من شاشه الراوتر ذات نفسه. ليه؟ لان انا قلت له طلع الداتا كان هي طالعه من السورس اللي وراكم اللوب. تمام. لو جيت على اي باكت كابتشر كده ليها تلنت وجيت افتحها فولو تي سي بي ستريم، ها اليوزر نيم عبير الباسورد 123 شو اي بي انترفيس بريف، شفتوا كل حاجه لغايه دلوقتي؟ حد تاني مني في حاجه؟ تمام. عايزين نعمل ايه بقى؟ نشغل الفي بي ان ما بين الاثنين. اكسيت بقى من ده. الفي بي ان الكونفيجريشن بتاعته رخمه شويه وطويله شويه، فهتلاقوها اوريدي في ملف اعتقد ان انا ما اديتهوش ليكم على اساس ان التوبيك ده مش عليكم هنا. تمام. عموما وخدوه يعني النهارده ان شاء الله وانتم ماشيين. دي الخطوات اللي احنا بنعمل بيها كونفيجريشن للفي بي ان. تمام. مش شرط ان انتم تبقوا حافظينها، الفكره ان انتم تبقوا فاهمينها. نمسك واحده واحده. عشان اعمل دلوقتي كونفيجريشن، مش احنا كنا قلنا ان انا دلوقتي المفروض ان انا بسكيور الكي، لان الكي ده بعد كده هو اللي هيسكيور الداتا، صح؟ يبقى معنى كده ان خطوات الفي بي ان هتتم على مرحلتين مش مرحله واحده. المرحله الاولانيه بنسميها ايك فيز 1، بنسميها ايه؟ ايك فيز 1. ايه ايك فيز 1 ده؟ انترنت كي اكستشينج. ده المرحله اللي انا بعمل فيها سكيورتي للكي ذات نفسه، دي اللي بشفر فيها الكيسات نفسه، لان الكي ده بعد كده هو اللي انا هشفر بيه الداتا، هو اللي الطرف الثاني هيفك بيه التشفير. كنا قلنا يهمني جدا ان الكي ده في الاول وهو بيتعمل له نقل ما بين التو راوترز يتنقل ايه؟ انكريبتد. تمام. المرحله الثانيه بنسميها ايك فيز 2، ده بقى اللي فيها بيتعمل تشفير للداتا ذات نفسها. يبقى ثاني المرحله الاولانيه ايك فيز 1 ده اللي بيحصل فيها تشفير لمين؟ للكي. بنسميها ايزا كامب. ايزا كامب ده اسم برده بروتوكول. تمام. بنسميها ايه؟ ايزا كامب. لكن فيس 2 ايك فيس 2 ده اللي بيتعمل فيها سكيورتي للاي بي سيك. الاي بي سيك ده البروتوكول اللي هشفر الداتا ذات نفسها. تمام. نمسك بقى واحده واحده. اول حاجه خالص هيقول لي اعملي لي كريبتو. كريبتو كنا قلنا قبل كده لو حد يفتكر كريبتو كانت جايه من كلمه كريبتوجرافيك اللي هو علم التشفير. تمام. تمام. كريبتو ايزا كامب كريتي لي بوليسي، ورقمي لي البوليسي دي باي رقم. ليه؟ قال لك افرض دلوقتي ان انا مثلا عايزه يبقى عندي اكتر من بوليسي، على سبيل المثال ار 1 مثلا على سبيل المثال ممكن يبقى عنده اكتر من بوليسي. البوليسي الاولانيه رقم مثلا 2 هقول فيها ان الداتا هشفرها ببروتوكول الدس،
مش الداتا قصدك ايه، هشفره ببروتوكول مين؟ الديستكريت ديس والثري ديس والاي اس والكلام ده تمام. ومثلا هستخدم ديفي هيلمان جروب مثلا 5، وهستخدم ام دي 5 وهستخدم مثلا ماشي كفايه دول. ده بالنسبه للبوليسي كام؟ طيب والبوليسي الثالثه رقم 3 سي مثلا هستخدم فيها اي اس 128 بت، وهستخدم فيها ديفي هيلمان مثلا 3، وهستخدم فيها اس اتش اي. يبقى انا ممكن اكريت اكتر من بوليسي، وجوه كل بوليسي بحدد انواع الانكريبشن اللي انا هستخدمها تمام. سيبك من عصفور، عادي عصفور سيبك منه. امال لو كانت معانا هتعمل ايه؟ هتلاقيها بره واقفه على التكييف. ماشي يا شباب. فقلنا تاني عندي كذا بوليسي، البوليسي الاولانيه بتشفر الداتا بطرق معينه، البوليسي التانية بتشفر الداتا بطرق تانية. ممكن ارتو هو كمان يبقى عنده اكتر من بوليسي. على سبيل المثال مثلا عنده مثلا بوليسي بالمنظر ده، بوليسي بالمنظر ده تمام. الراوتر دايما اروان لما يجي يبدا في البدايه يعمل انيشيشن للبوليسي، يبدا ان هو يتشيك يعني على البروتوكولات دي هتشتغل معاه ولا لا. خدوا بالكم من حاجه، عشان التو راوترز اساسا يوافقوا ان هما يشفروا الكي بتاعهم لازم البوليسي تبقى ايدنتيكال ما بين الاثنين. يعني مثلا في الاولاني هستخدم ديس دي اتش ديفي هيلمان 5 وام دي 5، لازم الثاني يكون عنده نفس البوليسي بنفس الكونفيجريشن اللي جواه تمام. الفكره دلوقتي ان اروان هيبدا في الاول مثلا ان هو يبعت الفيز الاولانيه دي او الكيل الاولاني، ار 2 هيبدا يتشيك موجود عنده؟ لا. هيبدا يبعت مين؟ الثانيه. موجود عنده؟ اه. دايما بيبدا من رقم البوليسي الاقل، دايما بيبدا يتشيك على رقم البوليسي يا شباب الاقل لغايه ما يحصل ماتش. حصل هنا ماتش ولا لا؟ رقم البوليسي مش شرط، المهم ان الكونفيجريشن اللي جوه البوليسي، فهيبدا يتشيك تمام. فقلنا ثاني ان الراوتر ممكن تكون عامله عليه اكتر من بوليسي تمام. تعالوا بقى نكريت البوليسي دي كده، الامر بتاعها كريبتو عايزه كام بوليسي، وتديها اي رقم في الكونفيجريشن مود